اي نعم. بالنسبه للاكل يسال عن الاكل، يعني الانسان يعمل اكل كثير واحيانا يفيض هذا الاكل يزيد عن الحاجه. انا اقول اهم شيء ان الانسان يعني ما في الكرم طيب. ابراهيم عليه الصلاه والسلام دخل عليه ضيفان فجاء بعجل سمين صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان العجل لن ياكله هذان الضيفان، لن ياكلوا عجلا يعني سيفيض. فلا مانع الانسان يكرم ويبذل الطعام للناس، لكن أذكرك بقصة. شخص استضاف آخر فقال له أريد أن أكرمك وأن أضيفك، فقال له أقبل بثلاثة شروط. قال ما هي؟ قال لا تجور ولا تخون ولا تتكلف. لا تجور ولا تخون ولا تتكلف. قال اشرح لي. قال لا تتكلف ما ليس عندك، يعني أكرمني من الموجود، الجود من الموجود. قال لا تتكلف ما ليس عندك. قال لك هذا. قال ولا تطعمني طعام أولادك، لا تجور تأخذ طعام أولادك وتعطيني إياه، لا تجور على أحد، تعطيني الطعام الفائض اللي عندك، ما تعطيني طعام أحد، لا تعطيني طعام أولادك. قال لك هذا. قال ولا أخون. قال أكرمني وتحط لي بيض وجبن وعندك عيش ولحم، اكرمني لا تقصر. طيب، فالقصد إذن أن الإنسان إذا كان يكرم هذا شيء طيب، أن إذا جاءه أضياف أكرمهم. ولما دخل أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر على أبي أيوب الأنصاري ذبح لهم شاتاً رضي الله عنه، فشيء طيب أن الإنسان يكرم الضيوف. لكن أهم شيء ماذا بعد انصراف الضيوف هذا الأكل؟ أهم شيء أن ما يرمى هذا الأكل، إما أن يطعمه يعني للفقراء، يكون مرتب أموره، يعني يعرف فقراء وكذا يودي لهم هذا الطعام أو يدعوهم إلى الطعام، أو أن يخليه حق لبكرة أو بعد بكرة لبيته يأكلونه مثلا، أو أن يعطيه للحيوانات مثلا الدجاج أو الغنم أو البهائم التي تكون عنده يطعم هذا الطعام، أو يهدي لجيرانه. المهم أن لا يرمى هذا الطعام، والمسألة والباب مفتوح إن شاء الله تعالى.